معي واضح. أنا بيان جمعة من سوريا، بطلة آسيا بالسباحة وخريجة علوم سياسية وطب تغذية. إذا بدي أحكي عن إنجازاتي أكيد كتير بدي طول، فأنا بدي أحكي عن أهم الإنجازات اللي قدرت حققها خلال مسيرتي الرياضية. أول وحدة كانت إنه أنا أول سباحة سورية بتأهل الألعاب الأولمبية بتاريخ سوريا، وأول سباحة سورية حاصلة على ميدالية آسيوية بتاريخ سوريا. أكيد عندي كتير ألقاب دولية، ميداليات ذهبية بالإمارات، بفرنسا، بالتشيك، برونزيت كأس عالم، عندي بطلة عرب من 2009، بعدين دخلت على البطولات الدولية ب 2017 أول ميدالية آسيوية. فيعني أكيد ما فيني أحكي عن كل مسيرتي الرياضية. كتير صعب أقول من أي عمر بلشت السباحة، لأني أنا فعلا وعيت على الدنيا وأنا بالمي. يعني أنا عمري سنتين كنت بتذكر حالي عم طوف وعم بسبح، والسبب الرئيسي للسباحة هو أنه أخواتي الاثنين كانوا أبطال جمهورية، فكنت روح معهم على المسبح دائما. أنا بعمر 12 سنة اضطريتني أنقل حياتي كلها لالتحق بمنتخب سوريا على الشام، فأنقل دراستي نقل حياتي، صرت عايشة بأوتيل. الأنسات رفقاتي ما كان بالنسبة لهم هذا الموضوع طبيعي، يعني إنه بنت عايشة بأوتيل لحالها كيف؟ يعني كان دائما نظرة المجتمع لي إنه أف سباحة. وبعدين نحن حياتنا دائما مثلا نتدرب قبل المدرسة، فأنا عندي تمرين من 5 للـ7 الصبح، روح على المدرسة رجعانة شعري مبلول. فكتير كمان أتعرض لأسئلة الأنسات، إنه ها أنت بتلبسي مايو بالمسبح بالتمرين، يعني إنه شو بدي جاوب؟ فما كان موضوع سهل. يلي حسن من هذا الموضوع هو الميدالية الأولى بحياتي. اني اسس اكاديمية السباحة كانت دايما عم تدور براسي، بس الشيء اللي شجعني كتير هو الشخص اللي شجعني كتير اني فعلا امشي بهي الخطوة، هي كانت ماما، هي صاحبة الفضل كتير كبير بهالقصة. لانه كنت انا خايفة، حاسة حالي لسه صغيرة اني افتح مشروع خاص فيني وبجوز ما ينجح وكذا، اي حدا بيكون في عنده كتير تفكير، بس لا شجعتني كتير، واللي استلموا المشروع بالبداية كان ماما ويمان اخي، ولحد الان هن القائمين على المشروع واكيد باشرافي يعني، بس كمان انا عم كون مسافرة فبطلع وبنزل. رسالتي للفتيات والشابات العربيات والسوريات إنه النجاح ما إله حدود، لا توقفي بمكان معين، أنت قادرة تثبتي حالك بأي مجال أنت كنتي ناجحة فيه، طول ما عندك هدف عندك طموح عم ضلي تلحقيه لتوصلي له. كتير بفتخر بالمرأة السورية إنه فعلا خلال أزمة 10 سنين قدرت تثبت حالها وبجدارة، قدرت تثبت حالها بكتير من المجالات. هذا الشيء هو فعلا بيرجع لتكون أنت مآمنة بحالك، مآمنة بقدراتك، وعم تلحقي أهدافك وحلمك. كوني قوية.